جريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرسب الجديدة في دورته التاسعة. شكرا على الاستضافة والحمد لله. أنا جيت من فاس، كان المتصل القطاع ديالي اللي هي الفضيات والنحاسيات كيف كتشوف، والحمد لله كنشوف هذا المهرجان الحمد لله لا زال في الحق من عام إلى عام كيتطور، ونتمنى على الله تعالى المزيد ليه من التطور ومن التعلق. وكيف كتشوف الحمد لله هذا القطاع ديالنا الحمد لله راه ماشي مزيان، والحمد لله كاين اقبال. كيف كتشوف الحمد لله المواد الاوليه الحمد لله راه كاينه موجوده، حتى لدرجه لما كيجي المستهلك وتيسولنا كيجبر الحمد لله في المتناول ديال الجميع. نتمنوا على الله تعالى غير يكون سنه على سنه ان شاء الله يكونوا كنشاركوا حنا ولا غيرنا، المهم على كل حال القطاع ديالنا حاضر بقوه ولله الحمد. نعم سيدي.